في الترتيب العالمي، وراح تشوفوا الترتيب العالمي نتاع شهر اوتو سبتمبر كيف راح يصير ترتيبنا على المستوى العالمي، بعد ما كنا مع العشرة الاوائل وبعدما كنا في المركز الخمسين على الأقل عندما بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا الأخيرة كنا في المركز الخمسين، الآن سنصير في السبعين وفي الثمانين وفي التسعين وفي المئة إذا استمر الحال على ما هو حاليه. ست دقائق من الوقت بدل الضائع، فرصة أخرى يمنح الحكم للمنتخب الجزائري للتعديل، وكرة طايدار بعيدة تماما أو صدها الحارس كينيدي مويني وأخرجها مباشرة للركنية. والآن طبعا سنسمع أبواق أخرى تقول بأن الإقصاء كان أمام الكامرون. إقصاء لا يتم أمام في مباراة وحدة، أهلنا إلى مونديال 2010 بعد ما تعادلنا في المباراة الأولى. أي نعم مسؤولية جماعية، مسؤولية التغييرات التي حدثت في وقت ما على الأطقم الفنية أيضا عندها جزء من المسؤولية تراجع أداء المنتخب الجزائري، ولكن لم نقصى بسبب تعادلنا أمام الكامرون. واحدة من الأسباب اللي خلتنا نقصى هو أن نيجيريا فريق قوي، نيجيريا منتخب أقوى منا وأفضل منا وفاز علينا بالثلاثة في المباراة في ليغوس، ولكن لما نحب نختفي وراء أشياء وناس آخرين ولا نملك الشجاعة للحديث بصراحة فنقول أي كلام مثل ما قلنا أي كلام في مرات سابقة. راح نسمع عن نفس السيناريو، لماذا أقحم محرز رغم أنه كان عنده مشاكل ولم يلعب مباراة الذهاب، لماذا لم يقحم سليماني في وقت كانوا نفسهم يقولوا بأن سليماني جاوزه الزمن ويجب أن يتم التخلي عنه. طبعا أسطوانات تتكرر في كل مرة من دون قدرة على إيجاد الحلول، من دون قدرة على تقديم المقترحات اللازمة، ومن دون القدرة على العمل في أرضية الميدان من أجل إثبات للعيان بأنه احنا قادرين أننا نعمل أشياء للكرة الجزائرية ولكن في الميدان وليس في البلاطوهات أو في صفحات الجرائد. أعتقد بأن الجمهور الجزائري اليوم فهم الكثير من الأشياء حول ما حدث خلال الفترة الأخيرة للكرة الجزائرية وللرياضة الجزائرية عموما، مما أدى أيضا مما كان واحد من العوامل التي أدت إلى مثل هكذا أمور في وقت ما كان فيه حديث حتى عن اختطاف الرياضة الجزائرية واختطاف الاتحاد الجزائري لأنه فيه أموال كثيرة جدا موجودة. كرة أخرى زومبية وانطلق من هناك وصالح، الدقيقتان الأخيرتان ست دقائق طويلة كثير علينا وطويلة كثير علي أيضا، رغم أنني أتمنى أن يعدل المنتخب الجزائري النتيجة ولكن أتمنى في نفس الوقت أن يصفر الحكم خوفا من تلقي هدف ثاني من قبل المنتخب الزومبي. هل هي آخر مباراة لبعض اللاعبين؟ هل هي آخر مباراة لألكاريس مع المنتخب الجزائري؟ السؤال يبقى مطروح، نشوف ماذا سيحدث في الأيام القليلة المقبلة، ولكن الشيء الأكيد أنه كسرنا شيء جميل، هذا هو الخلاصة القول، أن كسرنا أشياء جميلة جدا كانت في الكرة وكانت في الرياضة عموما، حتى في الرياضة الجزائرية عموما كانت الكثير من الأشياء الجميلة كسرناها بممارسات لا علاقة لها لا بالأخلاق ولا بالإنسانية ولا بالرياضة بصفة عامة. جماهير اليوم خرجت حزينة رغم أنها كانت حابة، ليس حزينة على الإقصاء لأنه متعودين، لكن حزينة على أداء، حزينة على أن منتخب بلادها لم يفز اليوم أمام منتخب زومبي، رغم أنه قلت لكم سمعت اليوم واحد من المحللين يقول بأنه سنفوز غدا أمام زومبيا وكأنه يعني خلق الكرة ويعرف كل شيء بأنه سنفوز. في نهاية المطاف خسرنا، إذا خسرنا الآن من السبب؟ يا سيدي ما ولا واحد سبب، المهم المنتخب الجزائري خسر. أنا لا أتحدث عن الإقصاء لأنه أقصينا من مدة، ولكن المنتخب الجزائري خسر أمام زومبيا ذهابا وإيابا في ظرف ثلاث أيام، لم سجل هدف وتلقى أربع أهداف أمام منتخب زومبي تعيس ليس زومبيا تاع زمان. الحمد لله اليوم ما لعبناش أمام نيجيريا ولا أمام الكامرون في ظروف مثل هذه. الحمد لله أيضا أنه الدرس آخر نستفيد منه عندما نشوف أشياء مثل هذه، أشياء حدثت على مستوى الكرة الجزائرية والرياضة الجزائرية في
الأشهر والسنوات القليلة الماضية خلتنا نضيع أشياء كان ممكن أننا نستثمر فيها ونحقق إنجازات أخرى وندفع بشبابنا إلى المزيد من العمل وندفع فيه إلى المزيد من الثقة في النفس تخليه يبقى دائما معنوياته مرتفعة ويبقى دائما يبحث عن الأفضل وعن الأحسن. إن شاء الله درس آخر نحفظه، إن شاء الله نحفظ ونحافظ على ما هو جيد ونتخلى عن ما هو غير موفق تماما، وإن شاء الله نكون فهمنا جيدا، لأن الذي حدث في الفترة الأخيرة كان عملية تكسير ممنهجة لمنتخب جزائري، كان بمثابة مثل، كان قدوة، كان يحسدنا عليه الكثير من عشاق الكرة في العالم. للأسف ولكن ليست نهاية العالم، غدا يوم آخر للتأهل. شكرا لكم.